أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم متابعي قناة الميسات. معي من موقع الحدث الأخ ديمتري تيلياني رئيس التجمع الأرثوذكسي في القدس ليشرح لنا ويضعنا بالصورة ماذا يجري في باب الخليل اليوم. أخ ديمتري، أهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا. كيف لك أن تضعنا بالصورة في ماذا يجري في باب الخليل اليوم؟ اليوم يوجد نشاط يتشارك فيه جميع رؤساء الكنائس بطاركة ورؤساء كنائس القدس طبعا لإعطاء موقف من عملية تسريب عقارات باب الخليل وحي المعظمية، وهذه العقارات تعود قضيتها إلى عام 2003 على زمن عهد بطريرك الراحل، هو على قيد الحياة لكن رحل من منصبه، المعزول الذي قامت ثورة داخل وخارج الكنيسة للإطاحة به بعد اكتشاف هذه العملية التسريب. البطريركية بقيادة البطريرك الحالي ثيوفيلوس الثالث حاولت طيلة 14 عام في المحاكم الإسرائيلية أن تقاوم مطالبات المستوطنين باعتماد هذه الوثائق، وثائق التعاقد التي أدت إلى التسريب، وكان آخرها طبعا ما يسمى بمحكمة العدل العليا الإسرائيلية. بالرغم أنه لا يوجد عدل في دولة الاحتلال، هذه المحكمة السياسية أخذت قرارا سياسيا بتمكين المستوطنين أو باعتماد العقود التي بناء عليها تمت عملية تسريب. البطريركية موقفها الآن هو المزيد من العمل القانوني، حيث هناك جهود وعدد من المحامين سواء محليين أو خبراء بالقانون الدولي. هناك رسالة أيضا من قبل جميع الكنائس لمقاومة هذا محاولات المستوطنين للاستيلاء على هذه العقارات، وهذه المحاولات طبعا تتم عبر طرق كثيرة. فالخبث مستوطنين هو شيء نحن معتادين عليه في القدس، لذلك تقف جميع الكنائس ضد هذا الموضوع. أيضا هناك تهديد حقيقي على الوجود المسيحي الأصيل في مدينة القدس، هذا هو المعبر الرئيسي لنا المسيحيين للوصول إلى كنيسة القيامة، للوصول إلى بطريركياتنا، للوصول إلى كنائسنا وأديرتنا، هذا هي الطريق الرئيسي. وأن أي عمل للاستيلاء على هذه المداخل سيشكل خطر حقيقي على وجودنا نحن كمسيحيين وعلى مسيحيي العالم، أن يتحدوا مع كنائسنا جميعا المتحدة اليوم في هذا الموقف. ما وضع الوصاية الأردنية على الأماكن المقدسة؟ ما هو رد المملكة الهاشمية الأردنية؟ وحسب علمي بأن الوصاية الهاشمية هي شيء نحن متمسكين فيه أولا كفلسطينيين، وثانيا الكنائس، حيث أن المملكة الأردنية الهاشمية كانت وما زالت داعم كبير للجهد بطريركية الروم الأرثوذكس بقيادة البطريرك ثيوفيلوس الثالث في تفويت فرصة الاستيلاء على هذه العقارات من قبل المستوطنين. Together we sang the song. I was glad when you said to me, "Let us go to the house of the Lord." Our feet are standing within your gates, O Jerusalem. Jerusalem, built as a city that is bound firmly together. Pray for the peace of Jerusalem. May they prosper to the love of you. peace be within your walls, and security within your towers. For the sake of my relatives and friends, I will say, may peace be with you. For the sake of the house of the Lord our God, I will seek your good. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and glory, forever and ever. Amen. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Christis vasiles in casa barbarum lorumenos, quietos son filator, filiatus taurus oponitema. Mater misericordiae, vita dulce tu, Vespes nostra salve, allegramus, exules filii Eve, ad te suspiramus, venentes et ventes, in ac lacrimarum hae. Eia ergo, advocata nostra, Dios tuos, misericordes tuos, ad nos converte. Et Iesum, benedictum fructum ventris tui, nomis ad hoc exilium nostre. Grant, O God, that your holy and life-giving Spirit may so move every human heart, and especially the hearts of the people of this land, that barriers which divide us may crumble, suspicions disappear, and hatreds cease, that our divisions being healed, we may live in justice and peace. Through Jesus Christ our Lord. Amen. Almighty God, our Heavenly Father, send down upon those who hold office in this nation the spirit of wisdom, charity, and justice, that with steadfast purpose they may faithfully serve in their offices to promote the well-being of all people. Through Jesus Christ our Lord. Amen. And finally, O Heavenly Father, teach your people to rely on your strength and to accept their responsibilities to their fellow citizens and the residents of this nation, that they may elect trustworthy leaders and make wise decisions for the well-being of our society, that we may serve you faithfully in our generation and to the honor and glory of your holy name. In Christ's name we pray. Amen. Amen. يا رب السلام امنح قلوبنا السلام يا رب السلام امطر علينا السلام يا رب السلام امنح بلادنا السلام I'm በምድር ለሁሉ ሰው ሃሌሉያ 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 وسلام بمصر لطول سمع هللويا 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 هللويا. اليوم انطلقت مسيرة سلمية من بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية مع البطاركة ورؤساء الكنائس احتجاجا لقرار محكمة الاحتلال الإسرائيلي المجحف، وهذا قرار سياسي. اليوم اعترضنا بأن هذا هو المدخل الوحيد لكنيسة القيامة التي تمثل شريان وقلب الديانة المسيحية، وهذا هو تهديد للوجود المسيحي في القدس وفي الأرض المقدسة. نحن نستجيب ونستنكر هذا القرار، سوف نناضل ونجاهد ونعمل بصمت وبهدوء وبسلام، وخاصة لنا حوار وحديث مع جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه، الوصل الأمين على المملكة المقدسة الإسلامية والمسيحية وفخامة الرئيس محمود عباس أبو مازن رئيس دولة فلسطين، لكي نظهر قضيتنا للمحافل الدولية في مجلس الأمن وهيئة الأمم المتحدة والعالم أجمع لكي ينصفونا. وهذا القرار هو إجحاف في الكنائس، وكما تعلمون بأن 40 عضو من الحكومة الإسرائيلية طلبوا بالاستيلاء على أماكننا المقدسة أملاك وعقارات الكنائس، ولهذا السبب أغلقت كنيسة القيامة والتي لم تغلق منذ 1000 عام. فنحن نقول نريد السلام، لن نتخلى عن قدسنا، القدس هي عاصمة الدولة الفلسطينية، هذا هو إيماننا. نحن نريد السلام، نحن نحترم الديانات السماوية الثلاثة الإبراهيمية اليهودية والإسلام والمسيحية، ولكن لن نسمح بالتعدي على أماكننا المقدسة الإسلامية والمسيحية ونقف مقطوفي الأيدي. فنحن نقول للعالم أجمع عليكم الضغط على إسرائيل من أجل استرجاع هذا الإرث الثمين الذي تنقلناه من أبائنا وأجدادنا. ونحن في الختام نشكركم على هذا التغطية، وإن شاء الله الأيام سوف تثبت لكم بأننا نحن سوف نبقى على العهد. العهد هو العهد، ولا يعرف القاسي والداني والقريب والبعيد. نحن على ثبات، نحن سوف نصمد حتى نبقى ثابتين حتى تحقيق الأمل، ألا وهو استرجاع أماكننا وعقاراتنا التي خاصة في القدس، القدس التي هي بالنسبة لنا هي في قلب كل إنسان فلسطيني وعربي. وإن شاء الله سوف بمساعدة جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين وفخامة الرئيس محمود عباس سوف نحقق أمانينا وأهدافنا، ولا نصمت نحن إلا أن أيضا لنا مشاورات مع محامين مخضرمين من أجل إعادة ترتيب الأوراق والوقوف أمام الشركات السلطنية التي تعمل بجد واجتهاد بالاستيلاء على عقاراتنا الإسلامية والمسيحية. هل ستطعنون ضد هذا القرار في محكمة العدل العليا؟ إن شاء الله نحن كما تعلمون جيد في نتشاور ونعمل ونصرف المبالغ الباهظة من أجل إيجاد محامين مختصين من أجل الوقوف على بينة لقضيتنا الفلسطينية حق العدل. Let us go to the house of the Lord. Our feet are standing within your gates, O Jerusalem. Jerusalem built a city that is bound firmly together. Pray for peace, Jerusalem. May they prosper who love you. Peace be within your walls, and security within your towers. For the sake of my relatives and friends, I will say, peace be within you. For the sake of the house of the Lord our God, I will seek your good. Walk in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread. And forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory, forever and ever. Amen.